السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم معي صديقتي. إن شاء الله دائما في تمام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله بنشارك معكم واحد الكيك كيجي أكثر من رائع بالكريمة ديال الحامض، كيجي خفيف بزاف. كنتمنى أنه يعجبكم ويلقى الاستحسان ديالكم. دائما كل ما هو سهل وبسيط على قناة رؤيا. فغادي نبداو على بركة الله التحضير ديال هذا الكيك. فأول حاجة غادي ناخد جوج ديال البيضات، دائما يكونوا بحرارة ديال المطبخ هكا باش الكيك ديالنا كيجي ناجح. كاس لارب ديال كاس صغير مملوء جيدا ديال السكر سنيده، قبيصه الملح، ساشيه ديال الفاني. فغادي نطلع هاد جوج بيضات مزيان، فضروري نطلعو مزيان. لهذا استعملت الطراب الكهربائي، يمكن لكم تستعملوا الطراب اليدوي، لاننا غادي نستعملو مول كبير وبجوج ديال البيضات. فضروري هاد جوج بيضات نطلعوهم مزيان باش كيجي الكيك ديالنا ناجح ومفشفش، كيجي اكثر من رائع. عندي هنا كاس لارب ديال الزيت، غادي نبقى نضيفو هكا بالتدريج دائما مع الطراب الجيد. فكما ذكرت معكم المول اللي غادي نستعمل مول اللي هو الحجم ديالو كبير. غادي نضيف كاس ديال الحليب، وغادي نضيف 4 كاس ديال الماء. فإلا كان عندكم المول المتوسط فاستعملوا غير كاس ديال الحليب، لا ما تزيدوا داك 4 كاس ديال الماء. هنا عندي كاس ديال الدقيق مع جوج ساشيات ديال الخميره ديال الحلويات. فغادي ندخل هذا الكاس الاول مع دوك جوج ساشيات ديال الخميره ديال الحلويات، عاد باش غادي نضيف الكاس الثاني. فتيكون القوام ديال العجين على هذا الشكل، ماشي ثقيل بزاف وماشي خفيف. فكنكتبو ديك 8 كتبقى ثابته لينا واحد شويه كتبان لينا. كنجيب المول اللي دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق ودخلته للمجمد حتى برد ليا، هكا باش كيوقع واحد التفاعل فاش كندخلو الكيك ديالنا الفران. السخونيه مع البروديه ديال المول كيطلع لينا الكيك ديالنا بسرعه وكيجي خفيف خفيف بزاف. فدابا غادي ندخلو الفران. هنا من بعد ما خرجتو من الفران كيجي واحد الكيك اكثر من رائع، كيجي خفيف خفيف بزاف، لاننا طلعنا البيض وخرجنا البيض من الثلاجه قبل وطلعناه مزيان. فكيجي واحد الكيك اللي خفيف خفيف بزاف ورائع. غادي ندوز باش غادي نوجد الكريمه. خديت هنا واحد البيضه، غادي نضيف عليها واحد 4 المعالق ديال السكر سنيده، وغادي نخلط هذيك البيضه مع داك السكر سنيده حتى تتحل لينا مزيان. غادي ناخد تقريبا واحد المعلقه ديال قشور ديال الحامض. فانا هنا كنت عصرت جوج ديال الحامضات وحكيت دوك القشور ديال جوج حامضات، فاستعملت غير قشره ديال حامضه واحد والعصير ديال جوج حامضات هذا القياس اللي عطاني كاس لارب. غادي نخلطهم مزيان. وغادي نضيف عليهم نصف لتر ديال الحليب. وغادي نعاود نخلط مزيان. وغادي نزيد عليهم الكريم باتيسير. فبالنسبة للناس اللي ما متوفرش عندهم الكريم باتيسير فيمكن لكم تعوضوه بالنشا. واخا الكريم باتيسير كيزيد كيعزز لينا داك اللون ديال الحامض وكيعطينا داك اللون الصفر، فكنفضل الكريم باتيسير. في حاله ما كاينش فيمكن لينا نستعنو بالنشا. درت 3 د المعالق اللي كيكونوا عامرين مزيان. وباش غادي نزيد نعزز اللون اكثر واكثر ويجي اللون رائع، فغادي نضيف هذا الفلون العادي تيكون فيه واحد اللون اللي قريب من اللون ديال الحامض باش كيعطينا واحد اللون رائع. فهنا حتى في حالتي لما كانش عندكم كريم باتيسير وكان ناشف، فهاد الفلون هذا كيعزز داك اللون. فهنا درت الكريمه ديالي فوق البوطه وبديت تنحرك حتى عقدات مزيان وخويتها في الكيك ديالي. غادي ناخذ الكيك ديالي وغادي ندهنو بشويه ديال العسل في الجناب ديالو، او يمكن لكم تدهنوه بالمربى. ودرت له هكا الكوك كيجي رائع بزاف، داك النكهات الكوك مع الحامض، داك المزيج النكهات كيعطي واحد المذاق اكثر من رائع. تيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا. غادي ندخلو للثلاجه ضروري يبرد لينا، فراه كتجي الكريمه عاقده. فاسمحوا لي المقطع فاش قطعت الكريم الكيك ديالي فراه تحدف ليا.
على العموم كتجي واحد الكيكه رائعه رائعه بزاف، وايضا الكريمه كتجي ثابته وشاده راسها، كتجي بنينه. كنتمنى انها تعجبكم. شكرا صديقتي، الى فيديو قادم ان شاء الله، الى اللقاء.